بطنجة لحفظ الموروث هي اليوم تتواجد بالسجن المحلي بطنجة وهي تشارك النزيلات والنزلاء جميعا أوقاتا جياشة من الفرجة بطعم الوداد والألفة. وهذه سنة حميدة ذهبت عليها هذه المؤسسة لكي تشارك السجناء بالسجن المدني بطنجة بمناسبة الاحتفالية باليوم العالمي للموسيقى. هذا صراحة لا يخفى عليكم أن البرنامج الذي سطرته المؤسسة خلال هذه المناسبة هو برنامج حافل مع أبواب مفتوحة لدار الآلة وتوافد المؤسسات التعليمية لزيارة هذه الورشة وهذه المعلمة التي تفتخر بها مدينة طنجة وتفتخر بها جهة. اليوم عندنا موعد ودائما نكرس هذا الموعد في أجندتنا وهو نشارك هذا الفئة الاجتماعية وهو نبل أخلاقي واجتماعي لمشاركة هذه الفئة في هذه الاحتفالية، وخاصة تزامن اليوم العالمي للموسيقى ونحن على أبواب عيد الأضحى. هذه عود مناسبة دينية مباركة، تنحاول ما أمكن أننا هاد النزلاء نقسم معهم الفرحة ودائما نجدد أو نتجدد معهم بالتراث ديالنا، التراث المغربي، التراث الاصيل، باش يبقى دائما هذا التراث في الذاكره. فاحنا من قلب هذه المؤسسه السجنيه تنشكر جميع الفاعلين، خاصه الاداره السجن المحلي اللي دائما تتفتح لنا الابواب وتتعرف حجم المؤسسه والنشاطات والانشطه ديالها. أنا من هذا المنبر تنشكر
المساهمين اللي ساهموا معنا في تنشيط هذا الحفل، على رأسهم مخبزات بوسطن السي محمد الحلو، مشكورا هذا المنبر اللي قدم للسجناء واحد الهدية لهذا المناسبة. هناك عدة أسماء ما رفضوا أننا نقول الأسماء ديالهم، ولأني دائما نسائم الأندلس بمحبها وداعميها وشركائها هي دائما تابعينها في أي محفل وفي أي نشاط لمصداقيتها ونبلها وجدية مسيرتها للحفاظ على هذا التراث. اليوم المؤسسة كتعرف واحد النشاط بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني وهيئة الحكومية. هذا النشاط الهدف دياله هو التعريف الموروث الثقافي المغربي المتجدر في الأصالة، والهدف دياله الثاني تفهمنا هو الترويح عن هذه الفئة من المجتمع. الشكر موصول لجميع الفاعلين المجتمعيين اللي بهذه المناسبات يعاونوا المندوب العام لإدارة السجون في إعادة إدماج النزلاء. كنتواجدوا مع نزلاء المؤسسة السجنية بمدينة طنجة في أمسية فنية بتنظيم مؤسسة نسائم الأندلس لحفظ الموروث، وذلك في إطار تعريف بالموروث الثقافي والحفاظ عليه. بمناسبة عيد الأضحى المبارك جينا اليوم نشاركهم الفرحة هذه للتخفيف عليهم حق العقوبة السجنية ديالهم السالبة للحرية، merci beaucoup pour venir. Il était magnifique et très amusant. Et merci beaucoup. La musique très bon. Merci beaucoup pour venir. نحن جد مسرورين بالحضور ديالنا في هاد المؤسسة السجنية. التقينا بالإخوان ديالنا، هادو إخوان ديالنا، جينا نفرحوا معاهم مع دابا حنا العواشر، جينا نفرحوا مع هاد الناس. والسجن واحد المؤسسة فحال جميع المؤسسات، فحال الإدارة، فحال مشيتين الطبيب، فحال مشيتين السجن، فحال مشيتين هذه مؤسسة وحدة. وما نساوش حتى سيدنا يوسف راه كان في السجن، هذه واحد الشيء اللي هو بديهي. كنشكروا بزاف هاد الفكرة ديال مؤسسة نسائم الأندلس اللي كترأسها الأستاذ الجليل سي أحمد قنون. كذلك كنشكروا المؤسسة السجنية اللي استقبلتنا، كنشكروا حتى النزلاء اللي كانوا معنا تما عجبهم الحال، نشطوا وفوجوا معنا. كذلك كنشكروا حتى الإداريين والناس اللي في الإدارة ديال السجن، حتى ما تبارك الله اللي سهلوا لنا باش هذا الحفل كان مستوى رفيع. إن شاء الله نتمنى ما يكونش هذا آخر العهد بينا معكم وانتم معنا. وصراحة كنبقى وخا ندخلنا هناك تأثرنا، ولكن كان الفرح أكثر من التأثر. وشكرا لكم. شكرا تبارك الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.